ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022. سعادة المستشار مساء الخير، ولو تطلعنا في البداية على الاستعدادات الخاصة بفتح باب الترشيح لمجلس النواب والمجالس البلدية والذي يبدأ اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير. الحقيقة في البداية أود أشير إلى أن الإدارة التنفيذية للانتخابات وفي ظل الإشراف القضائي الكامل الحقيقة على العملية الانتخابية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات سواء كانت اللوجستية أو الفنية وحتى الإدارية لاستقبال الراغبين بالترشح لأبوية مجلس النواب والمجالس البلدية، طبعا من خلال زيارة اللجان الإشرافية في المحافظات الأربع. ونشير هنا أيضا إلى أن الترتيبات الأولية للعملية الانتخابية كانت في وقت مبكر الحقيقة، احنا ابتدينا في الإجراءات الأولية والخطط الأولية منذ شهر مارس من العام الجاري، وباشرنا تنفيذ الخطة فور صدور الأمر الملكي السامي من سيدي حضرة صاحب الجلالة بالدعوة للانتخاب، وخذنا بعين الاعتبار أيضا خلال هذه الأيام ما يتم رصده أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام في العدد الحقيقة الكبير من العازمين للترشح سواء كان للمجلس النيابي أو المجلس البلدي، وعلى أساس أن احنا نكون مستعدين أن تكون العملية بيسر وسهولة للمرشح. أيضا بالنسبة للإجراءات أيضا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفرت إمكانية سداد الرسوم الحقيقة الخاصة بالترشح، وذلك بتوفير موظفين في اللجان الإشرافية الأربع الموزعة على المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية الدفع أيضا من خلال الحضور إلى وزارة العدل. نعم. وتقديم الرصيد مع المستندات اللازمة في ذلك الشأن، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة شؤون البلديات أيضا وفرت نفس الخدمة، وذلك في أيضا المقار الخاصة بالبلديات. نعم سعادة المستشار، يعني ماذا بخصوص الآلية الخاصة يعني بالذين يمرون بحالات صحية مثلا والراغبين في الترشح يعني كالمصابين بفيروس كورونا، يعني هل تم الانتهاء من وضع هذه الآلية لهم؟ نعم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني نفاذا لقرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب قمنا بوضع آلية خاصة للراغبين بالترشح من المصابين بفيروس كورونا. تم تحديد آلية تكفل لهم ممارسة حقهم الدستوري بالترشح، طبعا في ظل الاشتراطات الصحية والاحترازية اللي كلنا عارفينها بالنسبة لفيروس كورونا حفاظا على صحة الجميع. والآلية تتمثل في أن يقوم الشخص بالبداية المصاب واللي يرغب أنه يترشح سواء كان المجلس البلدي أو المجلس النيابي بالتواصل مع الخط الساخن للانتخابات اللي هو 772-77-277، وعن طريقه يحجز موعد مع اللجنة الإشرافية حسب كل محافظة، طبعا المحافظة اللي يتبعها واللي بيتصل لها أو بيتصلون لها على أساس تحديد الموعد، ويملي الاستمارة الخاصة بالترشح، هي أيضا متوفرة في الموقع الخاص بالانتخابات vote.bh، طبعا بالإضافة إلى إرفاق الأوراق المطلوبة والمستندات المطلوبة لعملية الترشح. بعد ذلك أول ما يحضر المصاب الراغب بالترشح يتم في الموقف الخاص باللجنة الإشرافية، ويكون في الموعد اللي سبق وأن تم تحديده له يتم استقباله من قبل عضو من أعضاء اللجنة الإشرافية، وذلك من خلال أيضا بقائه حقيقة السيارة على أساس أن احنا نتأكد من هويته وإبداء رغبته في الترشح، واستلام طبعا الاستمارات المعدة لذلك والمستندات اللي سبق تكلمنا عنها اللي مفروض أنه يرفقها بالطلب، راعين أن تكون الآلية ميسرة وسلسة بحيث أن نضمن أن العملية تكون سلسة لجميع من يرغب بالترشح من المصابين في فيروس كورونا. نعم سعادة المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022، شكرا جزيلا لك.